ضابط بحرية يتم تسريحه من الخدمة بسبب السمل والعربدة في فلوريدا. أعلنت البحرية الأمريكية عن تسريح ضابط برتبة عميد بعد ذهابه إلى فلوريدا للقيام بما يقوم به الجميع عند ذهابهم إلى هناك. وبحسب تقرير النيفي تايم، فإن الضابط ديفيد باكوم أمضى 34 عاما من حياته يخدم في البحرية، وكان يشغل منصب الإدارة الاستراتيجية التخطيط والخدمات اللوجستية وإدارة النقل، وكان في بونت فيردا بيتش في فلوريدا يحضر اجتماعا مع مؤسسة النقل والمجلس الاستشاري للنقل. وبالطبع تم تقديم المشروبات المنعشة، وتفيد التقارير أن باكوم احتسى جن سونيك وكأسان من النبيذ على العشاء، ثم كأسا من الويسكي في بار وأربع كؤوس ويسكي في بار آخر. بعدها بدأ يترنح ويتخبط يمينا وشمالا، وأصر على أنه لا يريد العودة إلى الفندق. في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قام موظف في الفندق بأخذه إلى غرفته. لدى وصوله إلى الغرفة، خلع باكوم ثيابه كاملا، ثم أخذ دواءه الذي يسبب صداعا لدى شربه مع الكحول. استيقظ في الساعة الخامسة وحاول الذهاب إلى المرحاض، إلا أنه فتح باب الغرفة الرئيسي بدلا من باب الحمام. لقد شاهده الناس عاريا يبحث عن منشفة، حتى شاهده أحد العناصر من البحرية فأعاده إلى غرفته. لكن البحرية تقول أن الأوان كان قد فات، فما حدث من تعري كان بمثابة إهانة للشرف العسكري. وقد طلب باكوم من البحرية التي خدمها 34 عاما ألا تحكم عليه من موقف واحد.